أهلا وسهلا بكم من جديد كافة مستمعينا، شكرا لاختياركم موجاتنا 91.5 95.2 والـ105.6. اليوم في الانفيتي دجور اخترت نحكي على مطربة تونسية عشقنا صوتها، برشا منا تربيوا عليه ولليوم يحفظوا أغانيها. صوت ترى بيبقى عالق في الأذهان، برشا يعرفوا الصوت لكن الشخص لا، يمكن على خاطر غابت على الساحة وإلا غيبوها ما نعرفوش. سعيدة جدا باستقبالها الفنانة إيناس الشكيمي. أهلا وسهلا. أهلا إيناس. أهلا وسهلا، صباح الخير، صباح النور، وتحية لجميع المستمعين اللي يسمعوا فينا طبعا. شكرا ليك، نورت استوديو كاب اف ام. دونك خلينا نسعى نحكيو على بدايات البنية الصغيرة اللي اكتشفت الفن من اللي عمرها 3 سنين وأبدعت في 7 سنين، شاركت في النوادي، شاركت في الكورال. السر وراء النجاح هذايا، هل تربيت في عيلة فنية وإلا هي موهبة مكتسبة وشجعتها العيلة؟ ألوغ هي موهبة مكتسبة والفضل يعود لأمي، ربي يفضلها. ألوغ من لين صغيرة نسمع في الأغنيات، أمي تشتي كاساتات نسمع ونسمع نحفظ. اليوم اللي ببخي حتى عامين ونص 3 سنين كبرت، بديت نغني، تأثرت بكل الأغاني الترابية القديمة، ميدا الحناوي، أم كلثوم، وردة. بديت نغني بشوية بشوية، أمي فاقت بي لأن عندي صوت. من بعد حطتني في نادي الأطفال، بديت نغني، بديت الموهبة متاعي تكبر بشوية بشوية في النوادي، نوادي الأطفال زادة في الكشافة، في المكتب مع أصحابي زادة كنت نغني. فوالا وبدأ الغرام بشوية بشوية. دونك أول ما نكتشف الغرام كانت الوالدة، كانت الوالدة بالضبط. دونك إيناس شاركت في العديد من البرامج متاع الأصوات، منهم سوبر ستار، منهم عرب أيدل، منهم العين اللي ما تشوفكش أول ما حلت إذاعة موزايك وتحصلت فيها على المرتبة الأولى. شنو أضافوا هذوما لمسيرتك؟ حكينا بالواحد بالواحد، نبداو بالعين اللي ما تشوفكش. ألوغ العين اللي ما تشوفكش أول تجربة ليا في البرامج المواهب كنت صغرونة قدمت فيه. قدش عمرك وقتها؟ عمري 18 سنة. مازلت كي عاقت 18 سنة. دونك شاركت وكنت خايفة شوية، لم يقبلونيش، فينالمون الحمد لله دونك تقبلت. من بعد دونك البرنامج قعد ببخي 3 أشهر الحمد لله، تعدى بنجاح دونك تحصلت على المرتبة الأولى. نحب نحكي شوية على التجربة هذية اللي هي كما قلت لك أول تجربة في الغناء. دونك شجعتني برشا وزاد أعطتني ثقة لروحي زادة، زاد فيا برشا ثقة لأنه جاي برشا استدعوا ملحنين فنانين وكل دونك عطاو فيا رايهم الحمد لله. دونك هذاك كل حفزني، غنيت برشا غنيت، غنيت الساحرة، غنيت عليا، غنيت الساحرة، غنيت الفنانة عليا، غنيت صليحة. تنوع، فما برشا غنيت ما بين التونسي ما بين الشرقي، غنيت وردة. ومدة قعدت مدة 3 أشهر والحمد لله دونك فرحانة برشا اللي تحصلت على المرتبة الأولى. من بعد دونك جايزة عطاوني هداوا لي أغنية شاركت فوني اسمها زعما زعما، غنيتها. ومن بعد بالطبيعة جاتني تجارب أخرى، سوبر ستار، شاركت في سوبر ستار. دونك سوبر ستار شاركوا معاك ثلة من الفنانين التوانسة اللي اليوم قاعدين نشوفوا فيهم في الساحة. اللي علاش ما وصلتش إيناس من البرامج هذيك؟ علاش؟ حكينا على الزوز برامج هذوك، سوبر ستار والأرب أيدل، على ما أظن ما كملتش فيه. ما كملتش لا. سوبر ستار نبدأ بسوبر ستار، شاركت فيه لكن وصلت المرحلة الثالثة. أون فيت طلعنا لبنان، كنا تبارك الله برشا توانسة. أول ما هبطت أسماء بن أحمد، أسماء بن أحمد، أسماء العثماني، أسماء اللسيق زادة. دونك طلعنا من بعضنا، إذا مانيش غلطانة أنيس الطايف عمل معنا. دونك تحية ليهم الكل، تحية ليهم الناس الكل. غنينا فوالا، عملنا كاستينغ هذيك، الكاستينغ في سوبر ستار. دونك تعمل 3 كاستينغات باش تتعدى المرحلة الأخيرة في لبنان. وفرحانة لأنه صعيب برشا باش تعدى من مرحله لمرحله في سوبر ستار، ياسر صعيبه، يبداو ينقصوا برشا من لي كونديدا. دوكو المرحله الاولى تعديت فيها، المرحله الثانيه زاد تعديت فيها، المرحله الثالثه لقيت ما عادش عندي صوت بالكل، صوتي بحاح، ما عادش عندي بالكل صوت. ومن بعد جيت نغني وقسيت على غنيه، قلت ما عادش نجم نكمل. واضح. دونك كيف نحكيو على البدايات، كانت عندك مشاركه ومده يعني خدمت معاها سهام بالخوجه، هل تعتبر سهام بالخوجه هي اول ما نكتشف فنيا؟
اول ما اكتشفتني كما قلت لك قبيله امي ولكن فنيه هي سيام بالخوجه بالضبط. انا اول ما دخلت لسيام عمري 11 سنه صغرونه دخلت من بعد سمعتني نغني ليبوك وقتها كانت عايشه مبارك صديقتي نقدم لها تحيه بالمناسبه كانت هي تغني دوكو سيام عطاتني بدلنا خذيت بلاصه عايشه ما بدير سا وكمان في الدونس اون فيت هو سان باساج صغير برك ما فهم صغير باش مش حاجه كبيره دونك ان بيتي شويه كابيلا نغني دونك غنيت فرحان على الاخر عطات فيا ثقه سهام دونك وليت ما بين الرقص والغناء وقالت لي اني معاك نشجع فيك وكل ومن بعد بشويه بديت نكبر وبديت نكمل في الغناء معاها دونك علاقتك بالرقص المسرحي والمعاصر الوغ انا كيف ما قلت لك دخلت صغيره للدونس عمري 11 سنه دونك كبرت مع الدونس عملت تورني في تونس سافرنا زاده قدمنا تونس مثلنا تونس شرحنا لبرا شرحنا زاده لهنا في المهرجانات نتاعنا كل علاقه انا نحب الدونس كبرت بالدونس وكبرت بالغناء معناتها الدونس والغناء راني منخير حاجه على حاجه نحب الغناء كيما نحب الرقص الناس الفن ككل انت وبعد بدون تقسيم الفن الفن الحمد لله من بعد نعش كان نجمو نحكي نجمو نلقى الوقت من بعد باش نلقى الوقت باش نحكيو فيها نلقى فرصه باش نحكيو على دخولي المعهد العالي للفنون الجميله انا نحب الفنون الكل انا نحب التنوع في كل شيء ما نحكيو عليه تو مش نخليه بالبعد دونك الرقص نحبه برشا تعلمت برشا حاجات بعلاقتي بسهام وتجربتي زاده كذلك مع سهام تعلمت برشا حاجات تعلمت نحكي مع الناس بديت نكبر بشويه بشويه نحس روحي هكايا بديت نعطي ثقه في روحي اكثر واكثر والحمد لله التجربه كانت ياسر محلاها وسهام فرحانه بيا اون توكا ولتوا دونك نحكيو ايضا على دخولك للمعهد العالي للفنون الجميله اي الوغ نجحت الباك قررت نمشي المعهد على الموسيقى لاني نحب انا جو سوي تري كوريوز معناتها فضوليه على الاخر نحب نشوف نحب نعرف كل شيء نحب برشا معهد على الموسيقى المعهد العالي الفنون الجميله سامحني يقول قال علاش ما نمشيش للموسيقى لا خاطر الموسيقى ديجا ربي سبحانه عطاني موهبه الحمد لله وقاعده نسقل فيها كنت بشويه كما قلت لك قبيله في المهرجانات مع سهام نغني دو طون زون طون معهد على الفنون الجميله قلت بوركوا با علاش لا خليني نكتشف المعهد هذا نكتشف الفن هذايا اللي انا اختصاصي كان فيه نحت عملت سكولتور الحمد لله دونك محلي على الاخر دزت هكا تجربه دونك اللي يعرف ايناس الشكيمي يعرف غرامها بجارة القمر وبأميمة خليل انا باش نطلب منك تسمعنا حويجه الفيروز توا الفيروز اهي شنو تختار لنا غنية من عز النوم من عز النوم يعني. من عز النوم بتسرقني بهروب لبعيد بتسبقني من عز النوم بتسرقني بهروب لبعيد بتسبقني يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض لوينك بعدك لاحقني كنا تودعنا وصوتك غاب وناداني العمر الخالي ولما حالي سكرت الباب ولقيتك بيني وبين حالي مشلوحة على بحر النسيان فارقني النوم وكل شي كان مشلوحة على بحر النسيان فارقني النوم وكل شي كان وجهك ما كان يفارقني بجرب اسبح ويغرقني من عز النوم بتسرقني بهروب لبعيد بتسبقني يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض لوينك بعدك لاحقني شكرا ليك إيناس امتعتنا بالصوت الجميل دونك انا البارحه خرجت للشارع التونسي وسالت الناس شنو يعني لهم اسم إيناس الشكيمي الحقيقه تفاجات بردود افعالهم خلينا نسمعوا الميكرو ونرجع نحكي
والله هي حاجه باهيه كون الفنانه ايناس الشكيمي باش تكون الانفيتي نتاعكم. انا نعرفها الحق من خلال الجينيريك نتاع برنامج نجوم الليل، غابت برشا الحق وما كرهاش، وان شاء الله ترجع لنا بقوه. عسلامة كابا فيم. إنيس الشكيوي صوت مزيان برشا، أما خسارة تربط صوتها بمسلسل نجوم الليل وما شفناهاش في أعمال أخرى. برشا منا كنا نسخايلوها هي نفس الممثلة اللي مثلت دور مروة. إنيس الشكيمي ما نعرفهاش. ذكرتها نتاع نجوم الليل، صوت رائع وجميل، خسارة مانيش نشوفو فيها في الإعلام أصوات كيما هكا، حضور وفن راقي محترم. نتمنى لها التوفيق ونتمنى نشوفوها في أعمال جديدة وتولي تظهر أكثر في وسائل الإعلام، ونحب نشكركم أنتم كاب اف ام على الثقة المزيرة الفنانين كما هكا. شكرا لكم انتوما على الاستماع، شكرا لكم انتوما على التفاعل الدائم مع كابا فام، شكرا لكم على الاستماع على المشاهده. دونك ايناس خليني نقول لك شنو الحاجه اللي فاجاتني. الحاجه اللي فاجاتني هي انه الناس كي نقول لهم ايناس الشكيمي تقول لي ما نعرفهاش ديجا سمعتها، لكن كي نقول نجوم الليل فورا الناس الكل فوالا صوت مزيان، صوت راقي، علاش غابت؟ برشا ايضا قالوا لي مش في بالنا اللي مثلت دور مروه اللي هي الممثله فاطمه الزهراء، نوجه لها تحيه. دونك ارتباط اسم ايناس الشكيمي بجينيريك نجوم الليل، هل يقلقك نوعا ما؟ هل تحس روحك تظلمت؟ خصوصا انه بعد النجاح الكبير للاغنيه كنت مغيبه حوالي 4 سنوات. الو انا بعد ما غنيت نجوم الليل نقولها كلمه باش نقول كلمة ظلمت، لأنه الحقيقة ما عيط لي حتى حد، وأنا زادة وقتها صغيرة وقت اللي غنيت نجوم الليل عمري 22 سنة ونقرا في نفس الوقت، أنا كنت زادة في الجامعة. مشى في بالي باش عيطوا لي ما عيط لي حتى حد. قول قايل الناس علاش أنت ما اجتهدتش وعملت، لكن ما عملتش أون فيت عملت البادر زادة مني أنا. بون أليبوك ما فماش كان لي ريزو سوسيو، ما فما حد شيء. انا حشامه برشا راني على فكره، دونك ما حبيتش، قلت بالك توا يجي نهار ويكلموني اداره حنبال ما اتصل بي حد. وهذاك علاش انا توا قررت باش نرجع للغناء للميدان، ونحب نقدم تحيه للناس زاد اللي كانوا توا يتكلموا كل، وان شاء الله تشوفوا ايناس في برشا مشاريع فنيه، وان شاء الله ما عادش نغيب على الساحه الفنيه بالكل بالكل بالكل، وان شاء الله ديما تسمعوني. كلهم يستناو في الجديد ويستناو في الصوت الجميل باش يسمعوه. الحقيقه برشا منهم سهلوا علاش الغياب هذا الكل تجاوبهم عليه انت بعد شويه. لليوم نجوم الليل بعد النجاح الباهر اللي شهدته تتغنى وتتعاود بطرق مختلفه وبستيل مختلف من فنانين مختلفين ايضا، هل هذا يقلقك والا عادي ويفرحك اللي الاغنيه قاعده تدور؟ والا شنو الملاحظات اللي تنجم تعطيها للفنانين اللي عاودوا الاغنيه نتاعك دون ذكر الاسم نتاعك؟ بالحقيقه ما قلقتنيش بالكل، بالعكس سان في بليزير. اللي الاغنيه ديجا ناجحه اللي هي ناجحه، هذا اكبر دليل اللي هما يعاودوا فيها. وما يقلقنيش بصراحه، انا ما تقلقش بالكل، حتى كان ما تكلمني حتى حد ولا ما اتصلش بيا باش يقول لي نغنيها الاغنيه، بالعكس انا نتصور اجابتي باش تكون سامبل على الاخر، نقول تحب تغنيها غنيها غني ما عادي. وهذا ديسمبر 2019 عاود سجلت الاغنيه كامله ونحيت منها الراب، علاش؟ الوغ هي كانت قبل فكره هادي زعيم، دونك قال لي علاش ما تعاودهاش، علاش ما تكمليش دو كوبلي، وفكره امي وخويا زاده قالوا لي علاش ما تغنيهاش كامله باسكو الناس حبت الغفران. ما نحبش نقول الغايب والراب، انا الراب اللي غناه صديقي مجدي سميري نوجه له تحيه، دونك حبيت نغنيها بصوتي مادام الناس حبوها. قلت علاش تغنى جمله واحده، هي جمله ونص ماهيش حاجه كبيره. قلت نطول فيها ونغنيها اغنيه كامله. كمل لي الكتيبه نتاعها صديقي الشاعر الفنان ياسين الحمزاوي، قدم له تحيه. عملنا دو كوبلي، زدناها دو كوبلي والحمد لله ربي باللي دو كوبلي زاد هي نجحت. عملت لها كليب الحمد لله ربي. دونك شوية آخر نسمعوها، نزيدو نقدمو شوية في الحوار نتاعنا باش نمشي بيك ل 2015. جينيريك للتشك، ستيل مختلف باللغة العربية الفصحى. دونك الناس تحب التنوع في الأغاني. اي نحب التنوع بالضبط. اي الاقتراح نتاع ليلة الشك كلمني صديقي مجدي سميري اللي هو كان مخرج اليبوك مسلسل ليلة الشك. قال لي ايناس نحبك تغني الجينيريك، دونك وانا في فرنسا ديجا
سيتي اخر نهار اخر عام في الماجستير نتاعي في فرنسا. دونك جيت لتونس بوندون جمعه مده اسبوع, بعد عاودت رجعت لفرنسا جوست باش نسجل الاغنيه. وكانت فيسع فيسع والحمد لله الف وحمد ربي اللي الاغنيه نجحت. كانت من بين سبع مسلسلات كان مانيش غالطه وقتها, تغنيت باللغه العربيه الفصحى, وهو اقترح عليا بالعربيه الفصحى. عجبتني الفكره برشا, حاجه جديده, قلت بوركو با علاش لا. دونك قد يكون انه اللغه العربيه الفصحى توصل المعنى اكثر من الدرجه لا 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 بفخصمهم. هي تعطات لي راهي ديجا بالعربيه, هي جاتني مكتوبه فهمت. وانا ما كنتش ملعكسين, قلت لا نغنيها كما قلت انت قبيله, علاش لا نعمل حاجه جديده, نعمل حاجه ديفيرونت على زعما الاغنيه اللي تهدات لي على نجوم الليل زاده. علاش لا تتغنى باللغه العربيه؟ ما انا مش تغني لنا منها شويه ان شاء الله. في ليلة شك كادت أن تكون طريقا إلى اليقين إلى الجنون, إلى أن يأتي يوم قد يقضي السكون ويبقى سؤالي إليك جهرا لا يهون, وما غير الصبر لداء دواء بعد ما انكسر الأمل والكبرياء, ولم يبقى من بعدي سوى الهراء. بكيت جهرا ورفعت رأسي إلى السماء. شكرا لك ناس, صوت جميل, صوت راقي. خسارة غاب علينا برشا. دونك السؤال المطروح اللي يطرح نفسه, مانيش انا باش نطرحه, سر الغياب والابتعاد على الساحة الفنية. الوغ طلعت لفرنسا, كملت قرايتي الحقيقة هذيك, خدمت في فرنسا, بعدت على الميدان. ظروف اون فيت. دونك خدمت خدمة ما عندها حتى تواصل بالشيء اللي نعملته في تونس, كان في الرقص وفي في 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 الغناء وكل. الحياه هي اللي خلتني نخدم الخدمه, باسكو انا بحكم انا في الغربه دونك ما عندي حتى خيار اخر اني وكوني نخدم خدمه, لازمني نخدم على روحي. لكن في نفس الوقت لو الغناء مش ديما في قلبي, ديما في مخي وفي عقلي. وقلت مصير نهار اكيد تو في يوم ما ناس شكيمي ترجع تغني باذن الله. والقدر هذاك هو قال لي ناس توا باش ترجع تغني, والحمد لله الحمد لله. وما عرفش نغيب الكل كما قلت لك ان شاء الله. دونك برشا ناس يسالوا هل حب ايناس للفن هو مرتبط بحبها للشهره, والا تحب الفن للفن فقط؟ لا انا نحب الفن للفن, هو نحب الموسيقى بالحق, نحبها من كل بكل روحي بالحق نحبها. نحب في يوم ما العباد تذكر ايناس وتقول ايناس شكيمي محلى غنيات ومحلى الكلمات اللي غنيت وكل. نحب صراحه نحب ان شاء الله يا ربي الاسم يقعد تخلي بصمه الناس. نحب نخلي بصمه الناس بالضبط. ما الانسان لا اثر في الاخير. احنا تو شاملوا ترتيحه صغيره باش نخليهم يستمتعوا مع اغنيه نجوم الليل, بعد تطلع عليهم ملك الدوزي في موجز الاخبار, وراجعين مكملين حوارنا.